شوبينج سال. اهلا على ام تي في دوما، برنامجنا شوبينج باي بس سيلر، عم نطلع عليكم يوميا لنعرفكم على اصناف متنوعه ومميزه، وهيك فيكم تصيروا تعملوا شوبينج بطريقه كتير سهله وواضحه وباسعار كتير مقبوله. انتم مرتاحين، ما لكم الا تختاروا وتتصلوا فينا على بس سيلر على 01 44 55 55، وبيوصل الغرض لعندكم من دون اي كلفه توصيل اضافيه. تنشير الغسيل مشكلة، أغلب الأوقات ما منغسل لأنه ما في محل تنشر، وأوقات منضطر نحط منشرين وثلاثة على البلكون وبياخدوا كل المحل. مع هالمنشر بتنحل المشكلة، لأنه منشر بثلاث طوابق 3 layers rack، فينا ننشر عليه شو ما بدنا من أشياء كبيرة أو صغيرة. هالمنشر مزود بدواليب تنزيحه ونحطه محل ما بدنا بمساحة كتير صغيرة، صار فينا ننشر التياب كتير وصار فينا نغسل كمية التياب يلي بدنا إياها بلا ما نعطل أي هم. هالمنشر 3 طوابق فيكن تحصلوا عليه ب$60 بس وين ما كنتوا بلبنان من دون أي كلفة إضافية. ما إلكن إلا تتصلوا ببس سيلر على 01 44 55 55. قدي منحب نشوف ولادنا مبسوطين وعم يلعبوا أو ملهيين بألعاب مهضومة. فلاينج فيري هاللعبة يلي بتتشرج إلى جوانح وبتطير وبترجع بتغط، ومجرد ما ترجع تلمس إيدينا بترجع بتطير عن جديد. مش بس بتتسلى الولاد، بتساعد الولاد كمان على التركيز. فلاينج فيري للبنات وفلاينج مينيون للصبيان، وكمان بتشتغل بنفس الطريقة. بتحصلوا على فلاينج فيري ب$15 وفلاينج مينيون ب$15 كمان، وإذا حبيتوا تحصلوا على الاثنين مع بعض فيكن تحصلوا عليهم ب$25 بدل $30. واصلين لعندكم بمجرد الاتصال ببس سيلر على 01 44 55 55 من دون أي كلفة إضافية. أولمبيك جارمنت ستيمر مكوية جديدة متطورة مميزة براسها يلي بيجمع ضغط البخار القوي مع مكوية بقوة 2200 واط ليعطي أفضل كوي بأسرع وقت. فينا نوقف البخار تنكوي عن ناشف بمجرد ما نقفل المفتاح، وفينا نغير وضعية المكوية بهالشكل تنحصل على كوي أسرع. مع التاج ضروري للقماش الحساس والحرير ولمنع اللمعان يلي بيسمح بمرور البخار بس. أولمبيك جارمنت ستيمر مع طاولة للكوي على الواقف أو على القاعد، أو ننقلها لطاولة كوي منزلية أو لكوي والبرادة. هالمكوية فعالة ومناسبة للخياطين. أولمبيك ما بتشبه أي مكوية، جارمنت ستيمر لأنها all in one، وأكيد مكفولة لمدة سنة وبس ب$195 بمناسبة الأعياد. وصل عندكم بلا أي كلفة إضافية، وهيدي مكوية أولمبيك اللي راسها مثل كل الجارمنت ستيمر للكوي على الواقف ومناسبة للسفر كمان، وبسعر $49. ما إلكن إلا تتصلوا ببس سيلر على 01 44 55 55، وبتوصل لعندكم فري دليفري وين ما كنتوا بلبنان. لكل ستات البيوت يلي بتهمهم ريحتهم، سويبرو بلس الجديدة هي الحل. هالمكنسة على البطارية ما إلها شريط وما بدها كيس وما بيتعدى وزن الكيلو الواحد. بتسحب كل شي من الكبير للصغير، إن كان على السجادة على البلاط وعلى الباركي. مثل ما شايفين بيجي معها بطارية وشارجر، ما قلنا إلا نشرجها ونستعملها لوقت طويل. شوفوا شو هينا على الباركي، بدنا بس نمرقها على الارض وما في لزوم ابدا نشد، متركها تمشي لوحدها. والشي المنيح كمان انه شكلها الجديد تريانكل لحتى نقدر ننظف الزوايا بكتير سهوله. واذا بدنا نمرقها تحت التخت او الخزاين او حيلا شي تاني، شوفوا شو براكتيكال منوطيها بهالشكل، هيك بصير فيكم تفوتوها وين ما بدكم. واكيد هذا الشي بينطبق مثل ما قلت لكم على السجاد كما على البلاط. سويبرو بلس بتبرم 360 درجه، يعني بمختصر فيكم ما تعطلوا هم اذا بدكم وقعوا بسكوي او فليكس او حيلا شي تاني. كتير سهلة التنظيف، بدنا بس نكبس هالزرين بهالطريقة منفض الجارول الكبير من الاوساخ. سويبرو بلس مثل ما ذكرت ما بدها كيس وضبة كتير هين، فينا نعلقها على الحيط او نحطها ورا الباب، يعني ما بتاخد محل ابدا. سويبرو بلس هي ماشين ما منضبها لانه تستعمل 365 يوم بالسنة. والعرض هلأ مع سويبرو بلس في 3 هدايا، قطعتين ستيكي برو لتنظيف الفوتويات والتياب وكتير اشياء غيرهم، وهالفرشاية حتى اذا بدنا نشيل شي على السريع. سويبرو بلس اكيد مكفولة لمدة سنتين، لتحصلوا عليها اتصلوا على بس سيلر على 01 44 55 55، وبتوصل لعندكم ب $46 بس وين ما كنتوا بلبنان من دون اي كلفة اضافية.
مين منا ما بيعاني من أوجاع الظهر والرقبة إن كان بعتتنا الغلط بالمكتب أو إذا بحكم شغلنا عن السواقة لوقت طويل أو بأي عمل متعب بنعمله بحياتنا اليومية. رويال بوشر مشدد بينلبس على الظهر لتجليس العمود الفقري وإنحناق الظهر، مش مثل غيره من المشدات مصمم بطريقة كتير مريحة لحتى ما يزعج بالتنفس، وحتى فيكن تلبسوه تحت التياب لأنه منه سميك وما بيبين. ولكن شخص عنده ديسك أو تكلس ما إله غنى عن رويال بوشر، بسعر 26 دولار بس رويال بوشر كفيل للتخلص من أوجاع الظهر والرقبة. ما إلكن إلا تتصلوا ببستسيلر على 01-44-55-55 وبيوصل لعندكن وين ما كنتوا بلبنان من دون أي كلفة إضافية. هول كانوا الايتمز، شلا يكونوا عجبوكن. ما تنسوا فيكن تتصلوا على بستسيلر على 01-44-55-55 حتى بعد الحلقة. تابعونا دايماً على MTV. Thank you.